الصين عم تشتري افريقيا، البعض معتبره شكل جديد من الاستعمار، والبعض معتبره فرصة رائعة للقارة السمراء. بالسنوات الأخيرة الصين استثمرت مليارات الدولارات بإفريقيا لتبني مشاريع بنى تحتية عملاقة. بعض هي المشاريع مرتبط بمبادرة طريق الحزام، وهي خطة أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بين ب 2013. تكلفتها حوالي تريليون دولار، وهدفها ربط الصين بطرق تجارية حول العالم، والبعض من المشاريع تجارية والبعض منهم فقط لتحسين البنية التحتية بالدول الإفريقية. مشاريع مثل خط قطار سريع بكينيا بقيمة 3.2 مليار دولار، وسد عملاق بغينيا، وتأسيس شبكة سكك حديدية بعاصمة إثيوبيا أديس أبابا، وهدول عينة بسيطة بس. كل هاي المشاريع مو ببلاش، وعدة دول إفريقية صارت مديونة بمليارات الدولارات للصين. السودان صار عليها 6.4 مليار، إثيوبيا عليها أكثر من 13 مليار، وأنغولا أكثر بلد إفريقي عليه ديون للصين بقيمة أكثر من 25 مليار دولار. كثير خبراء عم يحذروا الدول الإفريقية بالوقوع بما يسمى بفخ الدين، لأنه هي الدول ما رح تقدر توفي ديونها، ولح تضطر توصل لاتفاق تاني مع الصين، يلي عملت شي بيشبه هاد مع سريلانكا. سريلانكا ما قدرت توفي دينها للصين بعد ما انشأت مرفأ كبير للسفن. قام الصين كسبت السيطرة على هاد المرفأ ل 99 سنة لقدام، واتفاقيات مشابهة ممكن تصير بإفريقيا، ممكن تشمل قواعد عسكرية صينية أو التحكم بالموارد الطبيعية لهي البلدان. طبعاً شي جين بين رئيس الصين وضح إنه بلاده ما عنده أي أجندة مخفية، والموضوع هو منفعة مشتركة. 是开放的合作平台，秉持的是共商共建、共享的基本原则，没有地缘政治目的。 بالنسبة لعدة دول إفريقية، الصين هي أفضل خيار لهذا النوع من المشاريع، لأنه كل المنظمات الدولية بتفرض معايير معينة على البلدان اللي بتساعدها من ناحية حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما الصين بتتبع سياسة عدم التدخل واحترام سيادة البلد. أو بمعنى آخر بتقول للقادة الإفريقيين اعملوا يلي بدكن يا بشعبكن، هذا ما له علاقة بشغلنا مع بعض. وهذا الأمر بيناسب الأنظمة الحاكمة القمعية اللي بتحكم كتير من الدول الإفريقية مثل السودان. الإعلام الغربي سمى يلي عم تعمله الصين بإفريقيا شكل جديد من الاستعمار، وكتير من السياسيين الأوروبيين وحتى الأمريكيين حذروا الدول الإفريقية من هذا الشيء. بس المشكلة إنه هي التحذيرات فيها نفاق شوي، باعتبارها جاية من البلدان اللي استعمرت إفريقيا واستنزفت مواردها وقتلت بشعوبها لعقود، والإفريقيين ما نسيوا هذا الشيء. Where the old railway was built by force and violence against the wishes of those whose land it divided, the new railway is built by consent and partnership. استثمارات الصين بإفريقيا ما أنا محدودة بمشاريع تنمية البنى التحتية بس، في كمان كتير معامل وشركات عم تصدرها الصين لأفريقيا. الصين اللي طول عمرها كانت وجهها للدول الغربية اللي بيلزمهم يد عاملة رخيصة، صار هي بدها يد عاملة أرخص بعد النهضة الاقتصادية اللي عم تمر فيها وارتفاع معدل أجر العامل الصيني. وإفريقيا حاليا هي أرخص مكان لليد العاملة، ومع أنه هي المعامل عم تخلق فرص عمل جديدة، إلا أنه معظم الوظائف اللي منيحة عم تكون للصينيين، بينما الأفارقة بيعملوا بأقل المراتب وبأسعار استغلالية مثل ما كانت دول الغرب تعمل بالصين. من غير شك المشاريع الصينية يلي عم تصير بإفريقيا لحكين لها أثر إيجابي على حياة العالم هنيك، على الأقل بالمستقبل القريب. وحتى المعامل يلي الناس عم تشتغل فيها بأسعار كتير قليلة هي فرص عمل إضافية وأحسن من بلد، ففي إلى حد ما منفعة مشتركة مثل ما حكى شي جين بين، ولو أنه الصين عم تنتفع أكثر بكتير. بس يلي ما حكى عنه هو القوة والنفوذ السياسي يلي عم تكسبه الصين بفضل استثماراتها بإفريقيا. عام 1971 لما صوت مجلس الأمم المتحدة عن الحكومة يلي بدها تمثل الصين هنيك، كان التصويت بين حكومة الصين الديمقراطية اللي معروفة اليوم بتايوان وحكومة الصين الديمقراطية الشعبية، يعني الحكومة الصينية اللي بنعرفها اليوم. التصويت بالنهاية كان لصالح الصين، بس كتير من الدول الإفريقية بهداك الوقت وقفت مع تايوان. اليوم كل الدول الإفريقية باستثناء دولة سواتيني قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، وكل دولة إفريقية بتوقف مع الصين أثناء التصويت على أي قضية بالأمم المتحدة بيتضاعف عدد المشاريع الصينية فيها. يعني عمليا الصين اشترت أصوات بالأمم المتحدة، وهذا الشيء خطير كتير علينا كلنا، لأنه مو بس بيزيد من قوة وتأثير الصين، بيزيد كمان من قوة وتأثير الأنظمة الدكتاتورية الحليفة لإلها مثل نظام كوريا الشمالية ونظام الأسد بسوريا. إذا تنصح شي الجمهور اليوم يشوف حلقات قديمة؟ في حلقتين لهم علاقة بهي الحلقة، تبع تايوان وتبع رئيس الصين. أي واحدة بتحاول؟ ما بعرف، خلص تنتين. شوف تنتين. خلي شوفوا تنتين.